بداية كده أحب أأكد أن العلاقات المصرية المغربية علاقات يعني مستواها على مستوى جيد جدا، يعني أقدر أقول ممتاز. يعني علاقات طبعا قديمة تاريخية، في يعني بغض النظر حتى عن السياسة أو العلاقات السياسية، فهي علاقات بين شعبين مستمرة على مدى قرون من خلال تقارب وتزاوج وفكر صوفي يجمع بين البلدين، وبالتالي أقدر أقول إن هي علاقات ممتازة على كافة المستويات. على المستوى السياسي هناك بالتأكيد تنسيق دائم بين البلدين في كافة الملفات والقضايا المشتركة، القضايا العربية بالتأكيد لأن هي قضايا تهم البلدين وتهم كل الدول العربية، وبتشكل يعني عامل رئيسي لمستقبل المنطقة العربية كلها وللدول العربية. على المستوى الأفريقي بالتأكيد أن هناك تنسيق دائم، خاصة بعد عودة المغرب لمكانه الطبيعي كعضو في الاتحاد الأفريقي، وهناك قضايا يعني في على المستوى الأفريقي تهم البلدين، يعني ليهم مصالح حتى في التنسيق فيها، مسائل أمنية ومسائل اقتصادية وتنمية القارة، كل دي مسائل بيتم التنسيق فيها على أعلى المستويات. ويمكن يعني زيارة السيد وزير الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة للقاهرة أمس يعني خير دليل على ذلك. مجالات التشاور الرئيسية هي كانت وكما قيل يعني حتى في المؤتمر الصحفي القضايا العربية، اليمن، ليبيا، سوريا، لأن قضايا تهمنا جميعا، واستقرار هذه الدول يشكل ضمانة لاستقرار المنطقة العربية كلها، وبالتأكيد أنه أحد المواضيع الرئيسية كانت المسألة الفلسطينية، لأنه دي مصر بحكم موقعها وجوارها الجغرافي لها دور كبير في هذه المسألة، في التقريب بين الفصائل الفلسطينية، والمغرب بحكم رعاية جلالة الملك للقدس، رئاسته لمؤتمر القدس، يعني بالتأكيد أنه كان في تنسيق، ده كان أحد الموضوعات الرئيسية على المستوى العربي. على المستوى الأفريقي كان التعاون في زي ما قلت في على التعاون بشأن أو التشاور بشأن القضايا الأفريقية. هناك العديد من المشاكل اللي بتواجهها القارة الأفريقية، أولها طبعا مسألة التنمية الاقتصادية وتنمية القارة، إنما هناك مشاكل أخرى، يعني مشاكل الإرهاب وخاصة في منطقة الساحل واللي هي يعني قريبة من المغرب وقريبة من مصر، وبالتأكيد أن محاربة الإرهاب في هذه المنطقة هو من مصلحة البلدين. أولا الهجرة غير الشرعية هي مسألة اليوم يعني مسألة من المسائل الموجودة بقوة على الساحة، مصر والمغرب وطبعا وتونس وليبيا اليوم طبعا بحكم الوضع فيها هي بتواجه مسألة الهجرة غير الشرعية، خاصة أن هذه الدول بتمثل معبر للهجرة غير الشرعية بحكم وجودها على الضفة الجنوبية للبحر المتوسط، وبالتالي هناك تنسيق في هذه المسألة وفي المواقف أيضا، يعني مش بس يعني لمواجهة الهجرة غير الشرعية ولكن أيضا لاتخاذ موقف موحد من بعض الأطروحات أو الاقتراحات اللي بيطرحها بعض دول الاتحاد الأوروبي من مسألة إقامة ملاذات على الضفة الجنوبية للبحر المتوسط في دول مصر وتونس والمغرب وغيرها، وبالتالي بالتأكيد أن هناك تنسيق. طبعا مسألة مكافحة الإرهاب هي مسألة يعني خطيرة جدا وبنواجهها من سنين، يمكن في تصاعد في الفترة الأخيرة، والتنسيق في هذا المجال هام جدا لمواجهة الإرهاب، لأنه زي ما قلت أنه الإرهاب اليوم عبر للقارات عبر الدول والحدود،
مسألة وجود تنظيم زي داعش واللي ظهر بقوة في السنوات الأخيرة هو تهديد حقيقي لهذه الدول واستقرارها. تواجد داعش وغيرها في منطقة الساحل برضو بيمثل تهديد شديد، وبالتالي التنسيق والتعاون في هذا المجال هو هام جدا لتحقيق استقرار دولنا ومواجهة الموجة الإرهابية اللي بتتعرض لها المنطقة كلها. طبعا هي عودة المغرب للاتحاد الأفريقي بتمثل نقطة قوة كبيرة للاتحاد، لأن المغرب دولة كبرى على مستوى القارة الأفريقية، لها دور كبير، لها علاقات متميزة مع العديد من الدول الأفريقية وخاصة في منطقة غرب أفريقيا، ولها دور كبير في مسألة تنمية القارة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة أن القارة يعني بينظر لها أنها قارة المستقبل، وهي تقود مسألة النمو العالمي في السنوات القادمة يعني. وبالتالي فإنه عودة المغرب هتسمح لها أن هي تكون موجودة في صياغة الاستراتيجيات والسياسات على المستوى الأفريقي والتي تهم القناة. بالتأكيد أنه وجود يعني بالتأكيد أنه في تنسيق على المستوى الأفريقي حتى قبل عودة المغرب، لكن وجوده جوه في صناعة القرار هو شيء هام جدا، وخاصة في معالجة بعض كمان المشاكل السياسية. المغرب في محيطها الإقليمي لها دور كبير، وبالتالي ومصر في محيطها الإقليمي لها دور كبير على مستوى شرق القارة وعلى مستوى جنوبها. وبالتالي مسألة حتى تمويل الاتحاد الأفريقي، اتخاذ القرارات، مجلس السلم والأمن، وجود المغرب عودته ووجوده في هذا المجال هو مسألة هامة جدا، لأنها بتتيح أنه يكون في نوع من التوافق من داخل الاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بهذه المشكلات والمجالات. طبعا زي ما قلت من قبل أنه التنسيق على جميع المستويات بين مصر والمغرب والدول العربية والدول الأفريقية الأخرى بالتأكيد، وخاصة الدول الكبرى، التنسيق في المسائل الاقتصادية، في قضايا التنمية، في المسائل الاجتماعية، في المشكلات السياسية اللي بتواجه القارة، هو الإرهاب بالتأكيد. طبعا لا، مصر والمغرب يعني الإطار القانوني اللي بيجمعهم يعني إطار واسع وعدد كبير من الاتفاقيات في جميع المجالات، ويمكن يعني في اتفاقيات من تعود إلى أكثر من قرن يعني. وكنت في مصر مؤخرا وكنت بتحدث مع زميل وتحدثنا عن وثيقة تعود أو اتفاق بين مصر والمغرب يعود إلى العشرينات من هذا القرن. وبالتالي هناك إطار قانوني يحكم طبعا العلاقة على جميع المستويات. أنا في وجهة نظري أنه يحتاج طبعا لتحديث، لأنه اللجنة العليا اللي بتعقد على مستوى القمة آخر مرة عقدت كان سنة 2006، يعني من 12 سنة. ال 12 سنة شهدوا تطورات كبيرة على جميع المستويات، على مستوى التكنولوجيا، على المستوى السياسي، على مستوى التطورات في المنطقة السياسية والاقتصادية. وبالتالي بالتأكيد ان احنا في حاجة الى تحديث هذا الإطار القانوني، بنعمل عليه إعدادا لعقد اللجنة العليا، ويمكن ده كان أحد الموضوعات اللي اتكلم فيها الوزيرين امبارح، إنه اللجنة العليا يعني لابد من الإعداد الجيد لها بحيث إن هي تعقد وتكون على مستوى عالي وينتج عنها يعني نتائج يعني على مستوى تطلعات البلدين والشعبين يعني. فيما يتعلق بالتبادل التجاري، يعني هو التبادل التجاري الحقيقة في نمو منذ عدة سنوات، يمكن السنة اللي فاتت دي شهدت يعني نقدر نقول طفرة في حجم التبادل التجاري. يمكن احنا بنتكلم على 19 شهور الأولانيين من 2017 كنا وصلنا في حدود 500 مليون دولار. أنا في تقديري، مش تقديري أنا بس، يمكن في تقدير كل الخبراء والفاعلين في هذا المجال، إنه هناك يعني إمكانيات كبيرة لزيادة التبادل التجاري لأكثر من كده بكتير، لأضعاف يعني، ممكن نوصل لـ 2 مليار 3 مليار إذا
توصلنا إلى تفاهمات في العديد من الموضوعات التجارية، لأنه بالتأكيد دايما في العلاقات التجارية في مشاكل فنية، يعني بعض المشاكل الفنية اللي قد تعوق انسياب التبادل التجاري. إنما في زيادة، وأعتقد إنه في طلب من السوق المغربي للسلع المصرية، والعكس صحيح. يعني هو طبعا كان احد الموضوعات الرئيسيه امس في اللقاء بين الوزيرين كان الاعداد للقمه، هي مسميها القمه او اللجنه العليا المشتركه لانها بتعقد على مستوى القمه. هو الحقيقه الاعداد لهذه القمه كان على مدار اكثر من سنه كان بيتم لظروف كثيره لم تعقد أو أجلت. فالحديث أمس كان بيتكلم على أنه إحنا محتاجين يبقى في إعداد جيد، وبالتالي هناك ما يسمى بلجنة الحوار الاستراتيجي بتعقد على مستوى وزير الخارجية، تم الاتفاق على عقدها خلال هذا العام تمهيدا لعقد القمة إن شاء الله. وبالتالي يعني أنا أأمل أنه إن شاء الله يمكن قبل نهاية العام أن إحنا نعقد هذه اللجنة العليا المشتركة على مستوى القمة، نعقد قبلها اللجنة الاستراتيجية، لجنة الحوار الاستراتيجية. لجنة الحوار الاستراتيجي هي بتجمع أو بتناقش كافة جوانب العلاقة بين البلدين. يعني أحد الملفات الرئيسية هو التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، لأنه ده أحد الموضوعات الرئيسية، مسائل التنمية طبعا، تبادل التجارب في الإصلاح الاقتصادي والتطور النمو الاقتصادي، وبالتأكيد كافة المسائل السياسية الأخرى. طبعا بنتكلم على جميع المجالات، يعني اللجنة العليا بتشمل جميع المجالات، فبتشمل مجال الإعلامي، بتشمل مجال الاقتصادي والتجاري، بتشمل مكافحة الإرهاب، بتشمل المسائل الأمنية، بتشمل المسائل الاجتماعية، ويعني كافة المجالات بتشملها. يعني الحقيقة أنا ما عنديش حصر بعدد الجالية المغربية في مصر، إنما أنا أعرف إن في هناك جالية مغربية كبيرة في مصر. اليوم كان عندي زيارة من أحد أعضاء السفارة المغربية في القاهرة، ويعني كان الحديث عن وجود جالية مغربية فعالة في القاهرة موجودة، سواء من رجال أعمال أو مقيمين بيعملوا في مجالات عدة. وطبعا في انت عارفه في هناك تزاوج بين الشعبين، ففي ده برضو احد يعني عناصر التواجد المغربي او الجاليه المغربيه في مصر. بالنسبه للجاليه المصريه في المغرب، يعني احنا دايما بنتحدث عن في حدود 1500 موجودين في انحاء المغرب، يعني ما هماش ما فيش تركيز في مكان معين. يعني أكتر عدد بيبقى موجود في الرباط، في الدار البيضاء، وفي مراكش، وبعد كده طبعا في تواجد موجود في طنجة، في بعض المصريين في أجدير، في بعض المصريين بيعملوا في مجالات عديدة. لا بالتأكيد إنه ده إحنا نفيناه في وقته، لأنه كان طلع معلومات ولا نعلم من أين صدرت، يعني أن هناك تشديد في شروط منح التأشيرة، وخاصة للمجموعات السياحية، لأنه ما نتكلمش على الأفراد، كان الحديث كان عن المجموعات السياحية، وأنه بيشترط إثبات للوظيفة ومبلغ معين في حساب. نفينا ده في وقته لأنه لم يحدث، وإن كان يعني ممكن يكون يعني أنا لا أعتبر أن ده تعنت، لأنه السفارة المغربية في القاهرة تطلب نفس الشيء، يعني ما هوش تعنت، وإنما دي إجراءات. إنما هي إحنا بنعمل في، أولا بالنسبة للمجموعات السياحية بنعمل في إطار طبيعي، طالما هناك برنامج سياحي وهناك حجز فندقي وحجز طيران والشركة مجموعة سياحية تتكون من على الأقل من 10 أفراد، بيمنحوا التأشيرة فورا ودون أي قيد أو شرط. بالنسبة للأفراد طبعا الأمر يعني بيتطلب إجراءات محددة، يمكن تصل إلى حدود أسبوعين في بعض الحالات،
انما الامور ماشيه وما فيش تجديد في هذا الامر حتى بالنسبه للافراده، وما يطلب بس موافقه القاهره دون اي شروط اخرى، ولا اشتراط وجود مبلغ مالي معين، ولا اثبات للوظيفه ولا اي شيء. احنا اجراءات، ما احنا قلنا في مساله التاشيره هناك تسهيلات بالنسبه للسائحين المغاربه خاصه المجموعات، لانه ده يعتبر تسهيل لا نتطلب اي شروط بالنسبه لهم. ومصر يعني بترحب اخواننا المغاربه لزيارة مصر والسياحة، وأعتقد أنه أعداد السياح في تزايد، وده يدل على أنه ليس هناك أي تشديد في الإجراءات. يعني أنا بحذر بس، يمكن هنا يعني أنتهز الفرصة، أنه أحيانا كثيرة مثل هذه الشائعات يطلقها بعض السماسرة في العاملين في مجال التأشيرات. ويعني أنا بناشد المغاربة أنه التوجه للسفارة مباشرة للحصول على التأشيرة، لأنه أولا أسرع وأرخص سعر وأضمن. يعني زي ما قلت في البداية، أن العلاقات يعني ما يربط الشعبين المصري والمغربي هي يعني روابط تاريخية، ما أعتقدش أنه أي شيء ممكن يأثر عليها، وبالتالي توقعاتي دائما إيجابية، مش إيجابية يعني، توقعاتي أن هذه العلاقات ستظل شديدة، ويعني دائما بنعمل على تقويتها، لأن الشعبين بينهم ترابط وعلاقات يعني ما فيش أي حاجة تأثر فيها يعني. حتى فكأي علاقات دائما بيبقى فيه طبعا بعض التوترات في أحيان، إنما يعني العلاقة أثبتت أنه على مدى التاريخ مهما كانت العلاقات السياسية، أن العلاقات اللي تربط البلدين هي دي الأساس، لأنه هي دي العلاقة بتقوم على العلاقة بين الشعبين وعلى ما يربطهم، وبالتالي أي توتر في النص بيزول، يعني إنما هذه العلاقة هي القائمة، ودائما بنعمل على أن هي تبقى أحسن وأقوى مما هي عليه بالتأكيد. يعني زي ما قلت، هو التسهيلات، اما يعني المشجعين المغاربه هيطلعوا اما عن طريق شركات سياحه، وده ما فيهاش اي مشاكل، او اما هيطلعوا فرادة، ودي برضه ما فيهاش مشاكل. يعني هو حتى الاجراء اللي بيتطلبوه في حالات البطولات بالتاكيد انه بيبقى يعني بشكل اسرع بكتير يعني. بس انا بناشد الناس قبل ما تسافر يعني تعمل حساب وقت التاشيره قبل ما تطلبها. ان شاء الله يعني تكون الامور سهله، احنا بنعمل على تسهيل كل شيء، وبنتمنى انه الامور كلها تمر على خير. البطوله الافريقيه يعني هتقام في القاهره، فهي بالتاكيد احنا بنعتبرها عرس رياضي للقاره كلها، بنرحب بكل الفرق. الفريق المغربي يعني بالتاكيد انه سيلقى هو ومشجعيه كل ترحيب، وبنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله يعني. وانت عارفه مصر والمغرب، البطولة كان يقال أنها هي هتقام في المغرب، أقيمت في مصر، وبالتالي واحد يعني مصر أو المغرب ما فيش فرق. وطبعا يعني أنا أنتهز الفرصة أني أشكر المغرب على دعمه لاستضافة مصر لهذه البطولة، ويعني بتمنى التوفيق للفريق المغربي إن شاء الله، ونرحب بكم في القاهرة تشجعوا فريقكم وإحنا معاكم إن شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.